بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل حجاج بيت الله الحرام، ما من شك أن أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عبده أن شرح صدره للإسلام وأن هدى قلبه للإيمان وأن طوع جوارحه لفعل الخير، وهذه نعمة عظيمة، لأنه بذلك تكون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالله عز وجل جعل الحياة الطيبة ثمناً لهذا الدين والعمل به، وجعل الجنة داراً لعباده المؤمنين المتقين، وهذا ما نجده في كتاب الله جل جلاله. وأداء نسك الحج وبلوغ هذه الأماكن هو من هذه النعمة، لأن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وبلوغ هذه الأماكن بلوغ أماكن معظمة مقدسة، محل الإجلال والتعظيم في ميزان الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة العظيمة تزداد عند الإنسان كلما ازداد علما وكلما ازداد معرفة بهذه الأمور. وهذا المكان وهذا البيت ذكره الله عز وجل في كتابه، كما تدارسنا في مجلس الأمس أن الله عز وجل ما ذكر مكانا ولا بلدا ولا بيتا، واختصه بخصائص وميزه بميز وعطايا، وجعل له مكانا وجعل له تأثيرا في الناس كما جعل لهذا البيت المبارك. وما ربط العباد بمكان كما ربطهم بهذا المكان، بهذا البيت المبارك. وكذلك الأنبياء وهم صفوة الخلق صلوات ربي وسلامه عليهم، كذلك ربطوا بهذا المكان. فهذا مكان عظيم، وهذا بلد عظيم، وهذا مسجد عظيم، والبلوغ إليه والوصول إليه نعمة من أعظم النعم، من أعظم النعم. وحتى يفوز الواحد منا بأعظم غن، حتى تكون الغنيمة لمن وفق لهذا المكان ببلوغه غنيمة عظيمة، لا شك أن ذلك متوقف على قدر العلم وعلى قدر المعرفة بما جعل في هذا المكان.
وباختصار مما ذكرته في درس الأمس أن الله عز وجل اختص هذا البيت بخصائص عظيمة فجعله هدى للعالمين، كما قال ربنا جل جلاله في القرآن العظيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والهداية أمر عظيم، فكانت مما خوطب به الأبوان أثناء نزولهما من الجنة، كما قال ربنا جل جلاله لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالضمانة الربانية أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالاً في هذه الدنيا ولا يكون شقياً في الأخرى. هذه هي الضمانة التي أعلنها الرب جل جلاله للخلق كلهم. وهنا يكون السؤال الجاد: أين يجد الإنسان هدى الله؟ وكيف يتحصل على هدى الله؟ الله جل جلاله أخبرنا في كتابه عن الأصول التي بها يهتدي الإنسان، فأخبرنا عن أمور ثلاثة بها يهتدي هذا الإنسان: أولها القرآن، الكتاب، الفرقان، النور. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله في جل جلاله في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن هدى والقرآن يهدي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هادي، والنبي يهدي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإنك أي يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما ثالث هذه الأصول التي بها يهتدي الناس فهو هذا البيت العتيق في الآية التي أشرت إليها، وهي قول ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه خصيصة من خصائص البيت، ومن خصائصه أن الله عز وجل جعله قياما للناس، أي لا تقوم الحياة للناس إلا ببقاء هذا البيت، ولو سقط هذا البيت لانتهت الحياة على ظهر هذه الأرض، والبيت باقي ما دام الحجاج يفدون إلى هذا البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ولذلك قال ابن عباس: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فلذلك هذا أصل وهذه خصيصة لهذا البيت. فالبيت ما دام باقي فالإسلام باقي، فإذا سقط البيت فلا إسلام على ظهر الأرض. وكذلك من قيام البيت قيام الأموال، فهو سبب لغنى الفقير وكفاية المحتاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن خصائص هذا البيت أنه مبارك، والبركة تأتي بمعنى الثبات، وتأتي بمعنى النماء والزيادة، وهذين وصفين في البيت: الثبات بقاء البيت، الثبات بقاء العبادة عند البيت، الثبات بقاء الحجاج يفدون إلى هذا البيت. والنماء هذه الأجور العظيمة المضاعفة التي يهبها الكريم الجواد جل جلاله لمن وفدوا إليه حجاجاً ومعتمرين وزائرين، فالله عز وجل يعطيهم من العطايا العظيمة حتى يكون أجر المصلي للفريضة الواحدة كأجر من صلى خارج هذا الحرم بمئة ألف صلاة، أي بعدل صلاة رجل صلى في بلده
55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وهذا أجر فرض واحد، فكيف بمن صلى يوم وكيف بمن صلى أسبوع؟ لا شك أن هذا أجر عظيم، وهذا من معاني البركة التي جعلها الله في هذا البيت المبارك. ومن خصائص هذا البيت التي أشرنا إليها خصيصة المثابة، هو هذا الحنين وهذا الاشتياق وهذا الميل الذي يجده كل مسلم نحو هذا البيت حبا وتعظيما ورغبة في القدوم إليه، لأن الله قال في كتابه الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالبيت مثابة، والمثابة في اللغة لا تطلق إلا على من جاء إلى المكان ثم خرج منه ثم رجع إليه، فإذا ما رجع بعد صدور عنه فيكون المكان مثابة له. فالله عز وجل قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس لا يقضون منه وطرا. الإنسان يأتي إلى هذا البيت مشتاقا محبا، فإذا ما جاء وصلى وتعبد وذكر ربه وطاف حول البيت حن إلى أهله فرجع إلى أهله، ما أن يرجع حتى يتجدد الشوق في قلبه نحو بيت الله الحرام. وهذا معنى المثابة التي جعلت خصيصة لهذا البيت الحرام. وكذلك خصيصة التحريم، فهذا البيت محرم، والذي حرمه هو الله جل جلاله، والتحريم بمعنى المنع، والمنع لأجل التعظيم ولأجل الإجلال لهذا المكان المقدس، وأن هذا كان في اليوم الأول الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. واختار الله خليله إبراهيم أن يكون هو من يعلن هذا الأمر للناس كلهم، واختار إبراهيم لأن الله قضى وقدر أن يكون الخليل إبراهيم إماماً للناس إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل للخليل إبراهيم: إني جاعلك للناس إماماً. فاختاره ليعلن هذا التحريم لهذا البلد، وجاء النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذه الحرمة لهذا البلد الحرام. ونجد في القرآن قول ربنا جل جلاله: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقول الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالذي حرم هذا المكان هو الله، الله الخالق جل جلاله. وأيضا من الأمور والخصائص التي ذكرت عن البيت الحرام في القرآن العظيم وأشرنا إليها بالأمس خصيصة الأمن، والأمن أول ما يكون لهذا البيت، وهو أمن قدري، الله قضى وقدر أن يبقى هذا البيت محفوظا بحفظ الحفيظ العليم القوي القادر جل جلاله، فهو الذي حفظ هذا البيت ويحفظه إلى أن يشاء الله نهاية هذه الدنيا. فالبيت آمن، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وجعلنا البيت أمنا، فهو بيت آمن في ذاته محفوظ باقي إلى يوم القيامة. وكذلك حول البيت هناك أمن قدري، أي تكفل الله بوجوده لأجل هذا البيت وليبقى الوفادة إلى هذا البيت. فالبلد الله عز وجل حفظ، فمن بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة أعلن الضمان القدري بأن مكة ستبقى لأهل الإسلام، تبقى للمسلمين، ويبقى أهلها أهل إسلام، ولن يتحول أهلها أبداً
إلى كفار ولو كان كذلك ستقوم الساعة، وأنها لا تغزى أبداً من كافر إلى يوم القيامة، ضمانات قدرية نطق بها النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فقال لا هجرة بعد الفتح. هاجر الصحابة من مكة حين ضيق عليهم وعلى دينهم فخرجوا مهاجرين، أما بعد الفتح فلن يتكرر هذا أبداً إلى يوم القيامة. وقال أيضاً يوم الفتح عليه الصلاة والسلام لا تغزى هذه أبداً إلى يوم القيامة، والمعنى أنها لا تغزى من كافر كفراً صريحاً أبداً إلى يوم القيامة. فهذا من الأمن القدري، وكذلك من الأمن القدري أن أهلها مؤمنون من أعظم فتنة ستمر على الناس في دينهم، فتنة المسيح الدجال، فهو لن يدخل مكة ولن يدخل على أهلها. وأيضا مؤمنون من أعظم وباء يفتك بالناس الطاعون، فإن الطاعون لا يدخل مكة. وكذلك مؤمنون من الجوع ببقاء هذا الماء المبارك زمزم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعام طعم وشفاء سقم. فتلك ضمانات قدرية لأمن هذا البلد الذي تتعلق به قلوب أهل الإسلام، وكيف لا يكون هذا التعلق وهي قبلته أحياء وأمواتا. وهذه أيضا خصيصة وهي القبلة، فالله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أينما كان المسلم إذا أراد أن يصلي اتجه نحو القبلة، وإذا ما مات المسلم وضع في قبره باتجاه القبلة. فقبور أهل الإسلام أينما كن وأينما دخلت أي مقبرة لأهل الإسلام فإنك تعرف أنها مقبرة أهل الإسلام، حيث أن الناس يوضعون في قبورهم باتجاه هذه القبلة. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا. فهذه القبلة التي جعلت هوية لنا نعرف بها في كل مكان، حين نصلي نتجه باتجاه القبلة فتعرف المسلم بهذه الوجهة. ومن أيضا الخصائص لهذا البلد الحرام الطهر، فإن الله عز وجل جعل تطهير هذا البيت عهد وميثاق واثق عليه الخليل إبراهيم عليه السلام، وابنه النبي صادق الوعد إسماعيل، كما قال ربنا جل جلاله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. عهد وميثاق أخذ على الخليل، والله عز وجل أمر هذه الأمة أن تتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، وهذا من ملته طهر هذا البلد وطهر هذا البيت وتطهير هذا البيت. والتطهير حساً ومعنى. وما معنى حساً ومعنى؟ التطهير المعنوي لهذا المكان هو أن الإنسان لا يقترف فيه ما يغضب الله، وأعظم ما يغضب الله الإشراك بالله. من جاء البيت لا يسأل إلا رب البيت، من جاء البيت لا يدعو إلا رب البيت جل جلاله. من وصل إلى هذا المكان يعلم أنه مكان عبادة ومكان طهر، فلذلك يكون أبعد ما يكون عن ارتكاب ما يغضب الله من الذنوب والمعاصي، فيكون منضبطا بالأدب الإيماني الأعلى
هذا ما يريده الله. ولأجل أن يكون هذا خلق الإنسان اختص هذا البلد من بين بلاد الدنيا كلها بلا استثناء. فإن الإنسان في أي بلد لو هم بالمعصية هم بها في نفسه ثم لم يفعلها، ما هو الحكم الشرعي؟ تكتب له حسنة. أما من هم بالمعصية هنا ثم لم يفعلها تكتب عليه معصية حتى يتوب إلى الله جل جلاله. بل إن من كان في بلده وهم أن يعصي الله في هذا البلد ثم لم يأتي إلى مكة تكتب له معصية إلا أن يتوب إلى الله، لأن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة. أما من فعل فاتفق العلماء على أن الذنب في مكة أعظم من أي مكان آخر، فلذلك يكون الإنسان في هذا المكان على أرقى وأحسن ما يكون من الاستقامة والعمل الصالح، وأن هذا هو من التطهير المعنوي لهذا البلد ولهذا المسجد. أما التطهير الحسي فهو العناية بهذا المكان في طهره ونظافته وبعد كل ما لا يليق بالمكان من القذارة والأوساخ وغيرها، بل إن المؤمن ليعتني بهذا المكان أعظم من اعتنائه ببيته وداره، لأن هذا بيت الله وذاك بيته. وهل المؤمن يكون بيته أغلى على نفسه من بيت نسبه الجليل جل جلاله إلى ذاته العلية؟ ففي القرآن نجد أن الله نسب البيت إلى ذاته: وطهر بيتي، ونسب البيت إلى الله جل جلاله، هذا نجده في القرآن. فلذلك يكون الإنسان على وعي بهذا المعنى. فلذلك التطهير لكي يعلو في نفس المؤمن ذكره الله في القرآن على أنه عهد أخذه على الأنبياء، فإذا كان هذا عهد من الأنبياء فغيرهم من باب أولى. وأي الأنبياء؟ خليل رب العالمين الذي أمرنا بأن نتبع ملته، بل أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته كما قال الله في القرآن: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإذا هذه خصيصة لهذا البيت ولهذا المكان فيلتزم بها الإنسان، فهي أيام معدودة يبقى فيها الإنسان فيكون على أحسن ما يكون في هذا المكان. تلك خصائص وجدناها في كتاب ربنا جل جلاله. رسولنا صلى الله عليه وسلم أكد وبين ما جاء في كتاب الله عن هذا البيت العتيق، وقال أقوالا وفعل أفعالا تدلنا على ما لهذا المكان من الجلال والقداسة وما فيه من الغنم والخير العظيم. وهذا بإذن الله ما نقف معه في هذه الأيام إلى يوم الصعود إلى منى، نقرأ فيه متنا جمع 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيت وعن هذا البلد حول البيت. فالبيت هو البيت الحرام، والبلد حوله هي البلد الحرام، وحدوده هي حدود الحرم. فنقف مع هذه النصوص بمشيئة الله عز وجل في كل لقاء، نقف مع عدد من تلك الأحاديث. وأولها
حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلِّ فإن الفضل فيه. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر الغفاري من غفار، وغفار تسكن في شمال مكة، في شمال مكة، إذا ما خرج الإنسان من الحرم وصل إلى التنعيم ثم بعد ذلك إلى وادي سرف، بعده تلك الديار ديار غفار. فعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره بدأ خبره ينتشر، فبلغ أبا ذر فأرسل أخا له إلى مكة وقال: اسأل لي عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فجاء الرجل وبدأ يتفقد الخبر وأخذ ما استطاع، ثم رجع إلى أبي ذر فسأله فأخبره أنه يأمر بصلة الرحم وببر الوالدين وبالإحسان إلى الفقير والوقوف مع المحتاج. فما أشبع أبا ذر في الإجابة، فخرج أبو ذر رضي الله عنه من بيته وقصد مكة وبدأ يتفقد. وكان في تلك الفترة النبي صلى الله عليه وسلم يجد من قريش من الأذى الشيء الكثير، وكان الناس يهابون أن يجالسوه رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً على أنفسهم. فجلس أبو ذر أياماً علّه أن تحين فرصة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقد خبر، وما تمكن من ذلك إلا بعد 40 يوماً. 40 يوم فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه وسأل وتفقد من أمره فأسلم. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يطعمك طوال هذه الأيام؟ من كان يطعمك ويقدم لك طعاما؟ ماذا قال؟ قال: ليس لي طعام إلا ماء زمزم. ليس لي طعام إلا ماء زمزم. ثم أخبر قائلا قال: حتى يقول: ولم أجد على كبدي سخفة جوع، وحتى تكسرت عكن بطني من الشبع. يعني الإنسان إذا كان يأكل وتمتلئ بطنه ويصبح رجلا بطينا، إذا جلس من الشبع تتكسر بطنه تتثنى. يقول: لم أجد جوعا ولم أشعر به، بل سمنت حتى تكسرت عكن بطني من الشبع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فإذا هذا أبو ذر راوي هذا الحديث يذكر لنا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وهو يعطي دلالة على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة الأماكن الفاضلة حتى يكون لهم فيها غنم ولا يفرطوا.
فما هو سؤاله؟ قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فإن المساجد كثير، ولكن أي مسجد وضع في الأرض، أي من بين المساجد كلها، من دور العبادة كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. وكلمة المسجد اسم إسلامي، لأن العرب في الجاهلية ما كانوا يسمون هذا المكان بالمسجد، ولكن كانوا يسمون الكعبة الكعبة، وكذلك يطلقون عليه لفظ البيت. أما المسجد لأن المسجد من السجود، وما كانوا يسجدون في صلاتهم، بل كما ذكر الله جل جلاله في القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، تصفيقا وصفيق، فما كانوا يسجدون، فما كان يسمى هذا المكان بالمسجد، وإنما يسمى بالبيت. لذلك قال الله عز وجل لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فهم يعرفون أن هذا اسمه البيت. أما المسجد فهو اسم إسلامي. فهنا أبو ذر يقول: يا رسول الله، أي مسجد وضع؟ ولاحظوا ما قال بني، وإنما قال وضع. وفي القرآن: إن أول بيت وضع للناس. فرفع القواعد رفعه إبراهيم عليه السلام، أما الوضع فعلى الصحيح أن ذلك كان من الله جل جلاله. فأول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، وهذه الأولية تقتضي رتبة في الزمان، وتقتضي فضلاً في المكان، تقتضي الأمرين معاً، باعتبار أنه مكان عبادة، فهو أول ما وضع من دور العبادة كلها في الأرض هو هذا البيت، هذا المسجد، أقدم مسجد وضع في الأرض، وأول مسجد وضع في الأرض. فإذن هي أولية في الزمان، وأولية في المكانة والفضل، أولية في المكانة والفضل، فليس هناك مسجد يقدم على هذا المسجد في الفضل، في الفضل. واضح؟ ولذلك الدليل على هذا، هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل فيه، وما جعله لمكان سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا قال: صلاة في مسجدي، أي مسجد المدينة، بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أي من صلى هنا صلاة كمن صلى مئة صلاة في المسجد النبوي، ومن صلى هنا صلاة كمن صلى بمئة ألف صلاة في كل مسجد في الدنيا كلها. فإذن هذا الفضل في الدرجة والحسنات يدل على أن هذا هو المكان الأول المقدم على كل مساجد الدنيا. وأيضا اختصه الله بعبادات ما جعلها لأي مسجد آخر، اختصه بهذه الشعيرة الحج. وكما قلت بالأمس، الإنسان، وهذا معنى حقيقة عظيم لو إنسان يتدبره ليدرك أي قيمة لهذا المكان، يعني أركان الإسلام، وهي هذه الأركان العظام التي لا يكون المسلم مسلم إلا بها، والإيمان بها والاستسلام لها والعمل بمقتضاها. فهذه الأركان الخمسة، كل بلاد الدنيا، كل مكان في هذه الأرض
لا تقام فيه من هذه الأركان الخمسة إلا أربعة، إلا مكة شرفها الله، فهي البلد الوحيد الذي تنجز فيه أركان الإسلام الخمسة كاملة، لأن الحج لا يقام إلا هنا، والحج ركن من هذه الأركان الخمسة. فإذا هذا البلد الذي تقام على ثراه هذه الأركان الخمسة كاملة. وأيضا هذا يعطينا دلالة على فضل هذا المكان وشرف هذا البلد وقيمة هذا البيت وشرف هذا المسجد. فقال: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. ووصفه بالحرام كما قلنا، لأن خصيصة الحرم والتحريم من أعظم الخصائص ومن أوسع الخصائص، ولذلك نرى امتدادها. الحاج إذا لبس الملابس صار المحرم، والذي والثوب الذي يلبسه اسمه الإحرام من التحريم، وما حول الكعبة اسمه الحرم، والحدود التي بها يعرف هذا المكان اسمها أنصاب الحرم وأعلام الحرم والمشعر الحرام والمسجد الحرام والبيت الحرام، والساكن داخله يسمى الحرمي. فلذلك خصيصة الحرم خصيصة عظيمة جليلة، صيد الحرم، لقطة الحرم، شجر الحرم، فلذلك هذه الخصيصة لها هذا الامتداد، فلذلك وصفه بالمسجد الحرام، بالمسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ أي مسجد بني بعد هذا المسجد؟ قال: المسجد الأقصى. المسجد الأقصى فكان هو المسجد الثاني بعد المسجد الحرام. قال: أي أبو ذر رضي الله عنه، قال: قلت: كم بينهما، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قال: 40 سنة. أي تقدم المسجد الحرام في الوضع على المسجد الأقصى 40 سنة، 40 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. أي بعد هذين المسجدين أينما أدركتك الصلاة فصلي. ويؤخذ من هذا أن تفضيل الأماكن مرده إلى الشرع وليس إلى الناس. وهنا يأتي سؤال: أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل؟ فإنه باتفاق العلماء أن المساجد المفضلة في الإسلام هي هذه الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الأول وهو أفضلها، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الحرام كما قلنا 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. فهذه المساجد المفضلة التي أذن لنا أن نشد الرحل إليها، أن نسافر إليها، وأن الإنسان مشروع له أن يخرج من بيته مسافرا يقصد أي من هذه المساجد الثلاث. أما ما عداها فلا يشرع له أن يسافر لمكان لكي يصلي فيه. واضح؟ لا يشرع أن تسافر لغير هذه المساجد الثلاثة لأجل أن تصلي في ذلك المكان، أو تظن أن فيه فضل زائد، وإنما الفضل في هذه المساجد الثلاثة. فقوله: ثم أينما أدركتك الصلاة، أي بعد
هذه المساجد المفضلة متى ما حان وقت الصلاة فصله، فإن الفضل فيه ماذا يعني؟ أي الفضل في أول الوقت، في أول وقت الصلاة. وهذا حديث حقيقة يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر الآن عن فضل قال: ثم أينما أدركتك الصلاة، أي دخل وقت الصلاة فصلِّه، يعني صلِّ مباشرة، فإن الفضل فيه أي في أول وقت الصلاة، فيكون الأجر مضاعف ويكون الأجر الأعلى. وهو حث على أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها ولا يؤخر الصلاة. وأيضا فيه التوسعة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أذن لهذه الأمة أن يصلي الإنسان في كل مكان إلا الأماكن التي فيها نجاسة فهي المستثناة، أما ما عدا ذلك فهي أماكن تصح فيها الصلاة، وهو أمر لم يكن لمن سبقنا من أهل الكتاب. أما هذه الأمة فوسع الله عز وجل عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه التوسعة لهذه الأمة أنهم يصلون أينما أدركتهم الصلاة، أينما أدركتهم الصلاة. فإذا هذا الحديث الأول، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، واللفظ الذي قرأته عليكم هو من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. قال: ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. بعد أن كان الحديث الأول عن المكان، جاء الحديث الثاني ليربط لنا الإنسان بالمكان. وأعظم ربط للمكان بالإنسان حينما يربط المكان بصفوة البشر وخير الخلق. ولا شك أن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم صفوة الخلق وخير الناس، لأن الله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله اصطفى من البشر الأنبياء واختارهم وأنزل عليهم وحيا صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا البيت له ارتباط بالأنبياء، له ارتباط بالأنبياء كلهم. ففي النص يخبر عن ارتباط بنبيين كريمين، الأول أعظم أنبياء بني إسرائيل، كليم رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام، أكثر الرسل أتباعا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ذلك في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رأيت سوادا سد الأفق
وتمنيت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وأمته. فموسى صلوات الله وسلامه عليه كليم رب العالمين، النبي العظيم الذي ذكره الله في القرآن كثيرا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه قد حج، أنه قد حج، فقال مر بوادي الأزرق. وادي الأزرق واد بين مكة والمدينة، قريب من مكان ممن مر بين مكة والمدينة، ربما رأى منطقة خليص، ووادي الأزرق قريب منها. في ذلك المكان فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال، هل هو سؤال عدم معرفة بالمكان؟ الجواب لا، وإنما هو سؤال لفت النظر حتى تقبل عليه العقول، لأنه سيخبرهم عن أمر عظيم. ونأخذ منه التعليم مكان الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتظر في سيره وهو خارج من مكة باتجاه المدينة، وانتظر حتى إذا ما جاء إلى نفس المكان سأل السؤال حتى تشرئب إليه الأعناق وتصغي له الآذان، فقال أي واد هذا؟ فأجابوه، بمعنى أن الأمر معلوم. لذلك قال فقالوا، يعني كل من سمع سؤاله أجابوه قائلين هذا وادي الأزرق. فهنا أعطى تلك الفائدة والمعلومة، ولكي يدركوا أن ليس السؤال لأجل معرفة المكان، وإنما لأجل أن يخبرهم بواقعة حدثت في المكان. فقال لهم كأني أنظر، يعني كأني يقول أنظر الآن وأرى أخي موسى عليه السلام، كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابطا من الثنية، والثنية المكان المرتفع ليس الجبل، فهو مكان مرتفع قليل. يقول وهو هابط من الثنية، أي نحو هذا الوادي، وله جؤار، والجؤار رفع الصوت، صوت عالي بالتلبية، وله جؤار إلى الله بالتلبية. هذه التلبية هي التلبية الإبراهيمية، هي التلبية المحمدية، هي التلبية التي نطق بها موسى عليه السلام، هي التي نطق بها كل الأنبياء، هذه التلبية. وهذا معنى عظيم، بمعنى أن الحج وأعمال الحج يا إخوة يا كرام، أن هذه الأعمال أنجزها جميع الأنبياء بهذه الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعرف شعيرة من شعائر الدين التي أخبر الله أنه شرعها على الأنبياء، وأنها كانت على نفس الطريقة التي عليها أهل الإسلام إلا الحج. فإن جميع الأنبياء أنجزوه كما أنجزه الخليل إبراهيم عليه السلام، والخليل إبراهيم أنجز شعيرة الحج كما علمه جبريل عليه السلام، لأنه أثناء رفع قواعد البيت لجأ إلى ربه داعياً له، وكذلك ابنه إسماعيل كما ذكر الله في القرآن، ربنا وأرنا مناسكنا، فبعث الله جبريل إلى إبراهيم وأخذه يوم الثامن وصعد به إلى منى وبقي معه وصلى الخمس صلوات، ثم أخرجه إلى عرفة، وهكذا إلى بقية المشاعر. فكان الأداء
بتعليم جبريل عليه السلام لخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان يسير في حجته على ما كان عليه خليل الله إبراهيم، وعدل وصوب ما أحدثته قريش في أمر الحج الإبراهيمي وأعاده على ما كان عليه. والنصوص في هذا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر ووقف وقبل غروب الشمس، بعث عددا من أصحابه ينادون في الناس: ابقوا على أماكنكم، لا تخرجوا من عرفة. لماذا؟ لأن العرب قبل الإسلام كانوا في عرفة ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس، وهو تغيير للملة الإبراهيمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بعث عددا من أصحابه في الناس ينادون: ابقوا على أماكنكم. طيب ليش؟ ما هو التعليل؟ قال: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. هكذا ورد النص: ابقوا على أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب ما أحدثته وبدلته قريش ويعيده على الملة الإبراهيمية. لذلك كثير من العلماء ومن علماء التفسير يفسرون الأحناف بمن؟ بالحجاج، وأن الحجاج هم الأحناف، لأن فعلهم اتباع وموافق لملة إبراهيم عليه السلام في أمر الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت حج حجته العظيمة على وفق ملة إبراهيم عليه السلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. وسبحان الله، كل الأذكار مأذون للإنسان أن يقولها في كل مكان، مشروع له. التلبية هذا مكان مشروعيتها لمن قصد هذا المكان حاجا أو معتمرا، فمشروع له هذه التلبية بهذه الصيغة. وما شرعت صيغة التلبية للإنسان في أي مكان آخر. وهذا كما رأينا، يعني هي من هدي الأنبياء. فهذا موسى عليه السلام يلبي، ثم يخبر أيضا عن نبي آخر يونس صاحب الحوت، قال ابن عباس: ثم أتى على ثنية هرشا. وثنية هرشا لمن هو ذاهب إلى المدينة تأتي بعد وادي الأزرق بمرحلة. فعندما وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، طبعا هذا المكان قريب من الجحفة، والجحفة ميقات أهل الشام، فثنية هرشة قريب من الجحفة. فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان سلك نفس الفعل الذي فعله مع وادي الأزرق، قال لأصحابه والناس في سفر، والإنسان إذا كان مسافر يعني ذهنه يتجدد مع تجدد الأشياء التي يراها في سيره. فعندما وصل إلى المكان أيضا لكي يقفوا ويسمعوا منه، فطرح عليهم هذا السؤال: أي ثنية هذه؟ قال فقالوا، أي هو مكان معلوم عندهم. وكان الجواب ممن؟ الجواب من الجميع، فهو مكان معلوم. فقالوا: ثنية هرشا.
فيأتي الجواب أن السؤال لأجل تعليم ولأجل إخبار عن واقعة. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام. قل: كأني أراه الآن وهو سائر على ناقة حمراء جعدة أي سمينة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة من ليف، يعني وصف دقيق، كأنه فعلا ينظر إلى إنسان يسير أمامه، وينظر إلى دابته، وينظر إلى لباسه، بل ينظر حتى الحبل الذي يمسك به هذه الناقة يذكره ويصفه. قال: وهو يلبي، أي متجه نحو بيت الله الحرام يلبي قاصدا هذا البيت لأداء هذا النسك. فنأخذ من هذا النص أن الحج إلى بيت الله الحرام من شعائر الأنبياء السابقين، وفي هذا أيضا الترغيب في الحج، وأيضا مسلك التواضع في الحج، هذا هدي الأنبياء، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مسلكه صلى الله عليه وسلم التواضع، ولذلك ينبغي للحاج أن يكون هذا شأنه، وليس طلب الترفه. فهذا هدي الأنبياء، وكلما كان الإنسان أقرب إلى هذا الوضع فهو أقرب إلى القبول عند الله. فيتواضع الإنسان في كل أمر، في أمر الحج، وأيضا استحباب رفع الصوت بالتلبية، هذه سنة الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته ووجه قائلا: خير الحج العج والثج. ما معنى العج؟ رفع الصوت بالتلبية. فجعل خير الحج من يفعل ذلك. وهذا موسى له جؤار بالتلبية، فإذا استحباب رفع الصوت بالتلبية، وفيه أيضا مشروعية التعليم في مكان الحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ليس فقط قال أن الأنبياء وفدوا، بل عندما جاء إلى المكان يخبرهم: موسى مر من هنا، والمكان الثاني يونس مر من هنا، وعند مسجد الخيف يقول لأصحابه: لقد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، منهم موسى بن عمران. فإذا هو يعلم في مكان الحدث، إذا هذا يدل على مشروعية ذلك. أيضا مما يؤخذ هنا، وحيث ذكر حجة الأنبياء، فكذلك حج الخليل إبراهيم عليه السلام مما يذكر، وكذلك حج إسحاق، بل أيضا يذكر ما ذكره ابن هشام، قال: ما من نبي إلا حج البيت. وأيضا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وما أظهر فيها من التعظيم لله جل جلاله، وتعظيم هذه الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وإهلاله بالتوحيد كما أهل إخوانه من الأنبياء، فكان إهلاله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إهلال إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الارتباط بهذا المكان بالأنبياء بعد أن ذكر أمر البيت ليعطينا الدلالة أيها الإخوة على عظم مكانة هذا المكان ومنزلته عند الله. ويشعر الإنسان
لهذا المكان بالإجلال والاحترام والتقديس، ويتفكر الإنسان وهو هنا وكلما طاف، هنا طاف موسى، وهنا طاف إبراهيم، وهنا طاف يونس، وهنا طاف إسماعيل، وهنا طاف إسحاق وسليمان وداود، وهنا طاف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فها أنت تكرم أن تكون في المكان الذي كان فيه هؤلاء الكرام الصفوة من الخلق كله، فأي نعمة أكرمك الله بها؟ فكيف ستتعامل مع هذا المكان بالجلال والتقديس والاحترام والأدب وحسن التعامل واغتنام كل لحظة فيه بطاعة لله جل جلاله؟ وهذه المشاعر أيضا تذكرنا كلنا بوقوفنا نحن حيث وقفنا موقفا عظيما في زمن ماض قديم بين يدي ربنا العظيم، حيث أخذ الله علينا الميثاق والعهد، وكان هذا الأمر في ذاك المشعر العظيم، مشعر عرفة، المكان الذي أخذ الله عز وجل علينا كلنا وعلى بني آدم كلهم العهد والميثاق. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استخرج من صلب آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان يعني عرفة، واستشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا ميثاق العهد، وذاك عالم الذر الذي هو من عقيدة المسلم الإيمان به. فالله استخرجنا كلنا من صلب أبينا آدم، استخرج هذه الأنفس ووقفت بين يدي ربها وكلمها ربها واستشهدنا على نفسه بأنه هو ربنا وهو معبودنا الأوحد، فكلنا أقررنا، كما في خبر أبي الصحيح الذي رواه الفريابي أن الله عز وجل بعد أن أقر العباد كلهم له بالربوبية قال: سأشهد عليكم السماوات السبع. كلنا قلنا أقررنا بأنك أنت رب. قال: سأشهد عليكم الأراضين السبع. قلنا أقررنا. قال: يا آدم قم واشهد على ذريته. فقام آدم وشهد على ذريته بأنهم أقروا. فقال الله عز وجل كما في خبر أبي الصحيح، قال الله: سأنزل كتبي وأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق، والله أوفى الأوفياء. هل ذكرنا الله بذلك العهد في كتابه؟ الجواب نعم. أين هو؟ نجده في قول ربنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هل وفى أنه أمر رسوله أن يعلمون ويذكرون بهذا العهد والميثاق؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا العهد والميثاق، وهذا حديث ابن عباس. ولذلك هذا شيء من سبب هذا الحنين الذي يجده الإنسان نحو هذه الأماكن، جانب الفطرة، جانب هذا العهد والميثاق، فلذلك تجد هذا الحنين والشوق نحو هذا المكان الذي أخذ عليك العهد من قبل ربك جل جلاله. فلذلك تجد
وإذا كان الإنسان يحن إلى المكان الذي سقطت فيه جسد ولادة فكيف بالمكان الذي سقطت فيه نفسه ابتداء؟ وكان ذاك الموقف العظيم. فلذلك إذن هذا الارتباط بهذا المكان مع الأنبياء، ثم معنا كلنا بتذكر ذاك الأمر العظيم وهو العهد والميثاق، لا شك أنه سيجعل لهذا المكان من القدسية والمكان في نفس كل إنسان شيئا عظيما، ويصبح رحلة الحج لها معنى ومعنى عظيم، ويكون لها أثر وأثر عظيم، لأن هذه معاني تؤصل في نفس الإنسان من الإيمان وتزيده من الدرجات في الترقي في مراتب الدين، ويرجع الإنسان فعلا وقد تزود بزاد يعينه في طريقه إلى الله إلى أن يلقى الله، وأيضا يعينه ذلك على أن يغتنم كل لحظة في هذا المكان أحسن غنيمة، ولا يفرط في لحظات وقته في ما يشغله عن الطاعة وعن الغنائم العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت وفي هذا البلد الحرام كله، في هذا البلد الحرام كله. والإنسان يعني الحمد لله أينما تحرك في مسكنه وفي طريقه وفي يعني سيره إلى هذا المكان فهو في حرم، والعمل الصالح في كل الحرم مضاعف بلا خلاف بين العلماء، أن العمل في مكة في كل الحرم أفضل من العمل في غيرها، فيكون الإنسان يستشعر هذا المعنى. ثم الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. بعد أن تبين لنا أن الأنبياء شدوا الرحل، وأن الخبر أنهم كلهم قدموا، بل حتى عيسى عليه السلام وهو لم يحج قبل رفع الله عز وجل له لم يحج، فمن مقاصد نزوله في آخر الزمان أن يأتي إلى هذا المكان حاجا أو معتمرا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، وفج الروحاء مكان بين مكة والمدينة وهو طريق الأنبياء، لما سلم قال: لقد مر بفج الروحاء 70 نبيا ملبين. فعيسى عليه السلام بعد نزوله سيكون له قدوم إلى هذا البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يأتي بالعمرة والحج. فحتى عيسى إذن سيحج، فلما كان ذاك الارتباط بالأنبياء وأنهم سافروا وشدوا الرحل نحو هذا البيت، فهنا جاء الحديث الثالث ليخبرنا أيضا أن هذا الأمر شرع لهذه الأمة كلها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، للفضل الذي جعل لمن صلى فيه وهو 1000 صلاة، ومسجد الحرام وهو هذا المسجد، ومسجد الأقصى أي المسجد الذي بفلسطين. فتلك المساجد الفاضلة لأنها مساجد أنبياء، فهذا مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
وكذلك المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى أيضا هو مسجد لإبراهيم عليه السلام وكذلك ليعقوب وولده، فإذا هو هذه المساجد مساجد الأنبياء، مساجد الأنبياء، لذلك كان لها هذا الفضل وأذن لشد الرحل إليها، لشد الرحل إليها. فقوله لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على ظهر البعير تحت الراكب لإرادة السفر، فإن النية لا تكون للسفر لأجل الفضل، لأجل الصلاة، لأجل العبادة، إلا لهذه الأماكن الثلاثة، إلا لهذه الأماكن. لذلك من نذر أن يسافر لمسجد ما فيصلي لا يلزمه الوفاء بالنذر، لأن ذلك ليس مشروعا. من نذر أن يصلي في المسجد النبوي وصلى هنا، هل يعتبر أنه وفى بنذره؟ الجواب نعم. ومن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى وصلى في المسجد النبوي، هل يعتبر وفى؟ الجواب نعم، لأن المسجد النبوي الصلاة فيه أفضل، فمن صلى فيه فقد وفى بنذره. وأما من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فليس له إلا أن يفي فيصلي في المسجد الحرام، لأنه ليس في تلك الأماكن نفس الفضل الذي لهذا المسجد. فإذا هذه من فضل هذه الأماكن الثلاثة، ومن الأمر اللطيف أن المساجد الثلاثة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، فصلى هنا بالناس، وصلى في مسجده بالناس، وصلى في المسجد الأقصى بالأنبياء، فصلى فيها إماما صلوات ربي وسلامه عليه، فصلى في هذه المساجد الثلاثة. فهذه ثلاثة أحاديث، ونكمل في الغد بمشيئة الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته